مكالمة مهمة جدا مع الأستاذ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة. ازيك يا أستاذ أحمد؟ ازيك يا كريم؟ ايه الأخبار؟ أخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام مبروك الحمد طبعا لله. الانتخابات وبالتوفيق بقى للأستاذ مرتضى إن شاء الله. الله يخليك. هتسيطروا على مجلس الشعب كمان؟ المهم نعمل حاجة للبلد زي ما إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالتوفيق. يعني طبعا قريت أنا البيان اللي أنت طلعته من شوية أو نادي الزمالك طلعه وأنت كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالك، وعايزين نعرف إيه اللي بيدور داخل نادي الزمالك، وهل الموضوع ده كان مفاجأة ليكوا يا أحمد إن فيريرا يمشي، ولا كان في زي ما اتقال في إنذارات اتبعتت لإدارة الزمالك وما تمش الإعلان عنها؟ بص، هي كانت مفاجأة بصراحة. يعني كان في يعني في بعض الاعلام كان بيتكلم عن الموضوع ده، كابتن احمد شوبير كان قايل الكلام ده من شهر. لكن كان بالنسبه لنا، لان الراجل كان بياكد ان هو راجع وجاي يوم الاحد، يعني كان الامور، حتى كان الوكيل موجود بيتكلم معايا، كان ليه اخر شهر نحوله له بالدولار ازاي وهكذا يعني. لكن كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان هو مشي او بعت انذار. طيب، هل فعلا انذارات جت؟ ثلاثة انذارات جم لنادي الزمالك وما والله انا ما شفتش انذارات، وانا نزلت النادي، بنزل كل يومين ثلاثه، ما شفتش انذارات يعني. ما شفتش الموضوع ده فعلا. مجلس الاداره فتح تحقيق في الموضوع ده، ان هو يشوف هل فعلا في انذارات جت الزمالك وما تمش الاعلان عنها او لا؟ لا 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 يا بص، احنا بنشوف بالموضوع ده خلاص. يعني الموضوع ده يعني صفحه واتقفلت، بندور على مدير فني جديد ان شاء الله هيكون قريب ان شاء الله. في مدير فني اتكلمتوا مع الاستاذ مرتضى واتناقشتوا كمجلس اداره حتى من خلال التليفون، ولا كل واحد طرح اسماء معينه، ولا ايه بالظبط؟ لا، هو الاغلب كل اعضاء المجلس يعني بكلامي معاهم بيتجهوا للمدير الفني الاجنبي. الاجنبي. المساعدين هيبقوا مصريين، ده اتجاه عام جوه المجلس بالكامل تقريبا. اتفقنا ان يبقى المساعدين مصريين، لان يعني مش هينفع ان نتعرض تاني لموقف زي ده، ان واحد يمشي ويسيب الفرقه فجاه وياخد معاه المساعدين. تمام. ف يعني هو غالبا هيبقى الجهاز الفني مصري والمدير الفني اجنبي. هل في مطروح اسماء معينه، او انتوا حد مرشح لكم اسماء معينه اجانب لتدريب نادي الزمالك في الفتره القادمه، ولا لسه يا احمد؟ يعني هو الـ بالطريقه التقليديه الوكلاء بيبعتوا اسامي. لكن نادي الزمالك كمان اداره التسويق ابتدت تبحث في الاسامي اللي موجوده. لان يعني في عدد كبير جدا من المدربين بنتكلم معاهم. تمام. في مدرسه معينه اعتقد هتبعدوا عن المدرسه البرتغاليه اعتقد يعني. بص، يعني هو نادي الزمالك مواصفات المدير الفني اللي احنا بيتكلم، يعني نادي الزمالك الزملكاويه بيحبوا ان هو يكون بيميل للعب الكوره والشكل الجمالي والهجومي، فيمكن الحاجات دي كلها ما كانتش متوفره قوي في المدير الفني السابق. فاحنا بنحاول يكون حد كده وذو شخصيه، يعني في كل المواصفات بقى اللي احنا محتاجينها. الموضوع ده هيبقى امتى؟ خصوصا نادي الزمالك خلاص يعني هيرجع. الاسبوع ده يعني هيتم التحديد. يعني استاذ مرتضى حتى كان بيتكلم ان هو يعني ممكن كان ينزل امبارح مصر لو الكلام ده كان حصل امبارح. لكن انت عارف ان احنا عندنا انتخابات بكره وبعده. بالظبط. فيوم الثلاث ان شاء الله ربنا يكرمنا ونيجي باذن الله، ينجح اول مره ونيجي على طول باذن الله. كان في اجتماع مصغر كده لمجلس الاداره من شويه في نادي الزمالك. يعني احنا في مجال كل واحد بقى بيتناقش بين المجلس، بيطلع كل واحد يقول رايه يعني. أي هل هيبقى في موقف قانوني ضد مستر فيريرا؟ طبعا. شكوى في الاتحاد. انا بكلمك على اساس انت قريت البيان اللي بالظبط قريته. طبعا كلام، كل الكلام اللي صدر من الكابتن فيريرا كان اي كلام طبعا، مش حقيقي. راجل مرتبه محطوط، هو اصلا مجددين بقالنا شهرين. هو ماشي في الشهر الثالث، المرتب محطوط شهرين في البنك والشهر الثالث كان هيتحط. لكن هو المهم كان الراجل بيستلمه رسمي، يعني احنا انت عارف احنا نادي حكومي لازم اجراءات، يعني لازم الراجل يجي يمضي ان هو استلم مرتبه. فهو ما مضاش يعني. وكابتن اسماعيل يوسف لسه مكلمه اول امبارح، يعني كانت الامور طبيعيه جدا. احنا فوجئنا بهذا الامر. اكيد. يعني انا عايز اقول حاجه بقى، يعني مفاجاه. اتفضل. ان الراجل دايما انت عارف في ازمه في الدولار. أي. فبيبقى في فرق بين سعر السوق السوداء والبنك في حوالي 50 قرش او 60 قرش.
ده كان بس الفترة اللي فاتت يعني. بيعملوا حوالي 5-6000 دولار دايما. كان قصاد النقطة دي بيدفعوا يعني، ما لو انا راجل زي ما انت بتقول مش عايزك موجود، على الاقل مش هدفع لك من جيبي. ايوه ايوه خلاص. والدعم كان مادي ومعنوي يعني، انا مش عايز اتكلم يعني. هو الناس كلها عارفه، الفئه كلها عارفه يعني الراجل كنا بنتعامل معاه ازاي. لكن طبعا هو خلاص رغبته ان هو يروح نادي تاني. هو احنا انتم متاكدين فعلا ان هو عنده عرض تاني او مخلص في حته تانيه، ولا مجرد تكهنات او توقعات؟ انا الوكلاء بتوعه كانوا بيتكلموا معايا على حسب كلامهم ان هو كان قاعد في قعده في دبي مع وكيل، ويعني تقريبا جايبين له عرض من نادي تاني في الدوري الاماراتي، مش عارف فين بصراحه عشان ما اقدرش احدد. لكن بصفه عامه يعني يا كريم، انا مش مهتم قوي بالموضوع ده. الموضوع ده في اجراءات قانونيه تتخذ ضد الراجل وخلاص. ايوه لكن يعني هو الحمد لله، انا بحمد ربنا ان احنا ما كناش ماشيين ايمن حفني، ان احنا ما كناش ماشيين طارق حامد، ان احنا ما كناش ماشيين حمودي، ان احنا ما كناش ماشيين ابراهيم عبد الخالق، اللي هو ما كناش ماشيين دي ودار يعني. ده بنحمد ربنا يعني اللعيبه اللي ما كانش عايزها فعلا، ما كانش عايز اللعيبه دي فعلا يعني. اللعيبه دي مهمه جدا ولعيبه اساسيه في نادي الزمالك. ايوه ما كانش عايزها. تمام. تحب تقول حاجة تاني، توضح حاجة تانية يا أحمد بخصوص موضوع فيريرا أو نادي الزمالك؟ يعني بص، اللي أنا بس عايز أقوله إن إحنا دعمنا الراجل ده يعني، لدرجة إن أعضاء مجلس الإدارة كنا ممنوعين إن إحنا نخش تدريب بالظبط من أستاذ مرتضى بناء على رغبة الراجل. أيوه أقول إن إحنا ودينا شيكابالا إعارة السنة دي عشان خاطره يعني. طب أنا يعني نعمل لك إيه تاني؟ ما بندخلش فنيا ولا بنتدخل في أي حاجة وإدارة الفريق بتاعتك. لكن يعني هي خلاص، احنا دلوقتي في اتجاهنا ان احنا بندور على مدير فني جديد ان شاء الله ان شاء الله. بس انت بتؤكد عشان جماهير الزمالك تتفرج علينا ان المدير الفني القادم هو اجنبي معاه جهاز فني مصري او جهاز معاون مصري ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. تمام، بشكرك شكرا جزيلا احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طيب